صفي الدين الحلي أمير الصور البديعية. هو أبو المحاسن عبد العزيز الطائي، ولد ونشأ في الحلة بين الكوفة وبغداد التي توفي فيها. عاش في الحقبة التي تلت دخول المغول بغداد وتدميرهم الخلافة العباسية. هو مغرم بتصنيع الشعر وتضمينه المحسنات البديعية، وكان يتجه إلى الجناس أكثر من غيره ومعارضة الشعراء ولا سيما المتنبي. قال في أشهر قصائده: سل الرماح العوالي عن معالينا، واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا، وسائل العرب والأتراك ما فعلت في أرض قبر عبيد الله أيدينا، لما سعينا فما رقت عزائمنا، عما نروم ولا خابت مساعينا، يا يوم وقعة زوراء العراق وقد دن الأعادي كما كانوا يدينونا، قوم إذا استخصموا كانوا فراعنة، يوما وإن حكموا كانوا موازينا، إذا ادعوا جاءت الدنيا مصدقة، وإن دعوا قالت الأيام آمينا، إن الزرازير لما قام قائمها توهمت أنها صارت شواهينا، إننا قوم أبت أخلاقنا شرفاً أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا، بيض صنائعنا سود وقائعنا، خضر مرابعنا حمر مواضينا، لا يظهر العجز منا دون نيل منن، ولو رأينا المنايا في أمانينا.